سناء. صباح الخير. ايه ده يا ست؟ انا حطيتهم امبارح ورا الباب، خفت ليكسروا عليا باب الشقه وانا لوحدي. يعني يا ست هما رجعوا يخبطوا عليكي تاني بالليل؟ قعدوا يتسلوا عليا لحد ما زهقوا ومشوا. اني مش فاهمه الناس دي بيجيلها نوم ازاي وهي عامله المصايب دي كلها. طب تصدقي يا ست اني طول الليل عيني ما غفلت ولا دقيقه. وانا كمان يا صابرين ما عرفتش انام. ربنا يجازي اللي كان السبب. طول الليل وانا قلبي واكلني عليكي، وكل ما جوزي يقوم يلاقيني صاحي يقول لي نامي، اقول له مش قادر، يقوم يتخانق معايا. منهم لله، ماله دماغه. اعمل لك شاي يا ست؟ طيب. سمع يا سناء الراجل بينادي بيقول ايه؟ بتاع القوطه. انا برضو لما جيت وسمعته قعدت اضحك. اشمعنى يعني يا بتاعه المكرونه يا قوطه؟ هايل. ايه هو بقى اللي هايل؟ البياع ولا المكرونه؟ نفسي اكل طبق مكرونه في الفرن مليان كريمه ولحمه مفرومه، بس كده من عينيا الاتنين. وطبعا هاكل صوابعي وراه. انا حذرتك، خلي بالك من صوابعك. سناء الشاي يا ست. ست سناء انت تأخرتي على الشغل قوي النهارده. الشغل الساعة قربت على 8. لا انا مش رايحة الشغل. ليه؟ هو النهارده اجازه؟ لا انا بس اللي اخدت اجازه. ست سناء. اي في حاجه يا صبري؟ انا عايزه اقول لك حاجه بس ما تزعليش مني. ايه حصل ايه؟ انا مش هقدر اشتغل هنا تاني، مش بكافي حكم القوي. جوزي قال لي انه مستغني عن شغلي. لا خليكي صريحه، قال لك مستغني عن الشغل عندي هنا في البيت. حاولت افهمه لكن ولاد الحرام ماله دماغه. فاهمه غصب عني يا ست. انت عارفه غلاوتك عندي قد ايه؟ هو ليه كام يوم كده بيزن على دماغي، وليله امبارح حلف عليا بالطلاق لو لا. لا بس يا صابرين، ما كانش حقيقتك سكت لحد دلوقتي، كان حقيقتك قلت لي من ساعتها. انت ذنبك ايه؟ ربنا يجازي اللي كان السبب. ربنا يحرسك ويبعد عنك ولاد الحرام. خد يا صابرين مرتبك والباقي اشتري بيه حاجه ليكي وللاولاد. غصب عني مش قادره اسيبك. ربنا يجازي اللي كان السبب. مش عايزة حاجة أعملها لك قبل ما أمشي؟ لا كتر خيرك يا صبري. أني هبقى أجي أزورك، يمكن تعوزي حاجة. مين عارف يا صبري، يمكن تلاقيني أو ما تلاقينيش. هي أيام، مين عارف هيحصل إيه تاني. طالع الشال يجنن،
متهيألي في بورسعيد مفيش أحلى من كده. ما تردي عليا يا سعاد. في إيه بس يا جمالات؟ عندي حصة بعد شوية وما خلصتش تصحيح كراريس. خلينا خلص يا إخواتي. هي الواحدة في المدرسة دي ما تعرفش تتكلم كلمتين اتنين على بعض أبدا ولا إيه؟ بلاش نشتغل، نقعد نتكلم. أيوة يا أختي، اتلككي اتلككي يا أختي. أنا عارفة إيه مدرسات آخر الزمن دولة اللي بيجوا على آخر وقت ويصلحوا الكراسات، عاملين زي الطلبة الخيبانين اللي بيذاكروا على آخر يوم. حاضر يا جمالات. كنت بتقولي إيه عن بورسعيد؟ آه، يعني كنت سمعان بتطنشيني؟ لأ، ها؟ ما خدتش بالي. كنت بسألك، الشال اللي أنا بعمله ده أحلى ولا اللي في بورسعيد أحلى؟ وأنا شفت اللي في بورسعيد، هو أنا رحت. ومن شطارتك يا أختي هتجننيني، ما رحتيش ليه؟ قصدي جمعية الرحلات؟ جمعية الرحلات، جمعية السمك، جمعية البطاطس، أي جمعية. قريب بإذن الله. معلش، بكرة كل حاجة تتصلح، بس بعد ما نخلص من المشكلة اللي احنا فيها دي. تقصدي بالمشكلة دي يا أستاذ رشاد؟ مشكلة الأستاذة سناء؟ هي الأستاذة سناء بقت دلوقتي مشكلة؟ وقبل كده كانت أستاذة جمالات، أرجوكي أستاذ رشاد. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخيرا ظهر الأستاذ عبد العال من جديد في حجرة المدرسات. اسمها حجرة المدرسين والمدرسات. وليه ما يكونش اسمها حجرة المدرسات والمدرسين؟ الرجال قوامون على النساء. أيوة، بس احنا هنا الأغلبية. وعملتم ايه بالأغلبية دي؟ جرى يا أستاذ عبد العال؟ بقى بدل ما ترجع لينا ومعاك كلمتين حلوين، داخل لينا ورافع علينا عصايتك. عصا الحق يا زميلة. ايه؟ وكانت فين عصا الحق دي وانت سايبنا وقاعد تحت في الشمس ومش طايق تبص في وشنا ولا تاخد وتدي معانا في الكلام؟ مش كده ولا ايه يا زميل؟ كان حواركنا السطحي يفسد علي متعة التأمل. اتكلمنا عربي امال يا استاذ عبد العال. هذه العربية يا زميلة. حاسب على كلامك. احسن انا حاسة انك كنت عايز تقول كلمة تانية لكن لحقت نفسك. امال ايه اللي رجعك هنا تاني يا استاذ عبد العال؟ بعد ان فضل كيلو يا سعاد. ها؟ فين 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 هو فين هو فين بس؟ بتدور على ايه يا جمالات؟ على الفيضان اللي ما انا شايفه فيضان ولا كيلة. استاذة جمالات، كفاكي تهريجا. مين؟ الاستاذ عبد العال؟ مش معقول، اهو كده زي ما بيقولوا عاد الى قواعده سالما. بل عاد إلى قواعده يائساً. شايفة يا مربت؟ إيه؟ أهو من ساعة ما دخل علينا الأوضة وهو عمال يقول علينا الكلام ده. حقيقي يا أستاذ عبد العال، إيه اللي خلاك سبت تحت وجيت لنا هنا؟ هي الشمس غابت تحت ولا إيه؟ الحق والذي غاب هنا. إزاي يا أستاذ عبد العال؟ الحال المحزن اللي وصلتم إليه، تفكك واضطرابات وإشاعات وتحقيقات. إيه؟ بس إحنا ما كناش كده في الأول. قصدك قبل ما تيجي سناء؟ مش بالظبط، لكن قصدي أقول إن إحنا كنا في الأول مجموعة واحدة. تمام، كنا ما بتبطلش ضحك ولا هزار. ولكن ما في الصدور مغلق علي. قصدك إيه يا أستاذ عبد العال؟ أظن الأزمات هي اللي بتخرج ما في الصدور. يعني عايز تقول إن إحنا سبب؟ أنا ما بتكلمش عن السبب، ولكن بتكلموا علينا كمجموعة كما يقول الأستاذ رشاد.
يعني المفروض كنا نعمل ايه اذا كانت كل الادله ضد سناء؟ غير صحيح، انا درست الموضوع لم اجد دليلا واحدا ضدها. ازاي؟ امال ليه الناس دي كلها بتتكلم عنها؟ ان بعض الظن اثم. يعني عايز تقول ان سناء بعد كل اللي عملته ده بريئه؟ انا ما بتكلمش عن سناء، ولكن اتكلم عن الحق والعدل. استاذ عبد العال، انت رجعت تاني هنا عشان تتكلم عن سناء؟ جئت لافتح عقولكن وافرق بين الحق والباطل. مع ان اللغه العربيه اللي قلتها زياده عليا شويه، لكن لا فض فوق يا استاذ عبد العال. يا عم قرب يا عم، انت خايف لوحد حالك لك. الشخص المطلوب هو معلمة. ايتها الخدمة تاني يا معلم. لا روح انت شوف شغل. واجب يا معلم. ايوه جاي. انت جوز البت صابرين الشغالة عند اسمها سناء؟ ايوه. يا سلام يا اخويا، وبتقولها بالفم المليان. ايوه يا معلم. يا خيبتك يا اخي يا جدع، حد يخرب بيته بايده؟ ازاي تشغل مراتك عند واحده زي دي؟ ما انا يا معلم خليتها تسيب الشغل ورجعت البيت خلاص. من امتى؟ من النهارده. قال لي ان حضرتك زعلان من الحكايه دي، قلت ما خلصنيش زعل. وعملتش ليه كده من زمان؟ انت مش عارف ان انا مش موافق على الحكايه دي؟ انت ما بتسمعش كلامي ولا ايه؟ ما كنتش كروديا وانا مش دريان. ابدا يا معلم، قطع لساني اللي يقول عليك كده. بس عايز فلوس؟ مش قصدي يا معلم. خد. بس اياك اسمع ان الصابرين عتبت شقه سنان. حاضر يا معلم. يلا قوم شوف شغلك واشرب لك كوبايه شاي. عارف املك معنى الحب ايه؟ طيب يا مزمزين. وحشتيني. يا دوبك خلصت حصصي وجيت اشوف. اهلا، اتفضلي يا رب. شكرا يا حبيبتي. ازيك يا سعديه، وايه اخبار المدرسه؟ زي ما هي. النهارده ما طقتش اقعد في اوضه المدرسات، حسيت ان دمها هيبقى تقيل من غيري. وبعدين بقى بصراحه انا مش مستعده اسمع اي كلام فارغ. يا ستي خليهم يتسلوا. يا ساتر، اعوذ بالله من الناس اللي بتقعد تتفرج على بلاوي غيرها. فاكره يا سناء ايام مشكلتي؟ كنت زي التايه مستنيه اي حد اتسند عليه، ولما كنت ابص حواليا كنت الاقي ناس كتير قوي مستعده تسمع مشكلتي. بس زي ايه؟ زي ما اكون انا واقفه على المسرح وهم قاعدين في الصالة على كراسيهم يتفرجوا ايه اللي هيحصل. حقيقي ده احساسي انا دلوقتي، لكن الازمة بتمر والايام بتعدي، المهم الواحد يقف على رجليه من جديد. مش ده كلامك يا سناء؟ الله، مش انت اللي قلتيلي كده؟ انت نسيتي ولا ايه؟ لا ابدا ما نسيتش ولا حاجة، بس عارفة بيبقى سهل على الإنسان إنه يقول نصيحة، بس أحياناً بيبقى صعب عليه إنه يطبقها على نفسه. مش معقولة يا سناء أنت تقولي كده؟ أنا تعبت
تعبت قوي يا سعدية. لا لا يا سناء، اللي بيحبوكي واثقين انك تقدري تقاومي وهتعدي الازمه دي. وده اللي تعبني اكتر، لان الناس فاهمه اني انا بطله، مهما حصل لازم استحمل. صحيح انا استحملت كتير، لكن برضو انا لحم ودم واعصاب. انا تعبت يا سعديه. مش معقول الاستاذ عبد العالي يقول كده. حاجه غريبه قوي انه يتحمس ويطلع يقعد في الاوضه بتاعتكم مع انه كان رافض يعتبها، وبعدين يطلع علشان يقول الكلام ده. انا مش فاهمه ايه اللي بيحصل في المدرسه الايام دي. بس احنا ما سكتنالوش، كل كلمه قالها ردينا عليها. وفوزيه عملت ايه؟ فوزيه ما ظهرتش النهارده خالص في اوضتها. كل ما تخلص من حصه تفضل تتمشى في حوش المدرسه لحد ما تبتدي حصتها التانيه. اما صلاح جوزها فطول الوقت عينه عليها. طلع عاقل صلاح، فهم مستقبله كويس. بس المصيبه في سعديه، بعد ما خلصت حصصها جريت على طول على بيت سناء. سعديه؟ مش معقول نخلص من فوزيه تطلع لنا سعديه. الحقيقه بقى يا فندم، انا شايف ان حضرتك لازم تستعجلي لجنه التحقيق من الوزاره عشان نخلص من الموضوع ده بقى وننتهي. انا مستنياهم، زمانهم جايين. وبعدين جرى ايه يا سناء؟ انت هتفضلي حابسه نفسك في البيت كده ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تنزلي تيجي معايا البيت شويه. لا متشكره، مش عايزه اخرج. وبعدين يا سناء، احنا مش اتفقنا ما تفكريش في الموضوع ده تاني؟ مش قادره يا سعديه، حاسه كده انه زي الكابوس كابس على صدري وخانقني. يا ستي انزلي شويه معايا نشم شويه هوا، وبعد كده تيجي معايا البيت، يمكن العيال يسلوكي. شكرا يا سعدية، حقيقي مش هقدر. وبعدين عادل قال لي انه هيرجع من مصر على المغرب كده، زمانه جاي في السكة. ده لازم عادل وصل يا رب. اهلا، ازيك يا عبد العال؟ ازيك يا ست سناء؟ الله، ست سعدية هنا؟ كويس ان انت جيتي. اهلا يا عبد العاطي. والله المدرسة ملهاش طعم من غيرك يا ست سناء. قول لها يا عبد العاطي. لا، ست سناء عارفه غلاوتها قد ايه عندنا. متشكره، اقعد اعمل لك كوبايه شاي. لا، تسلم ايديك يا ست سناء، انا قلت اعد على حضرتك اشوفك محتاجه حاجه كده ولا كده، انا تحت امرك. متشكره، مفيش حاجه. اصل عرفت ان صابرين جوزها حلف عليها انها ما تشتغلش. لا معذوره صابرين، يعني كتر خيرها عملت كل اللي تقدر عليه. طب ابقى اعد على حضرتك مره ثانيه اشوفك محتاجه حاجه كده ولا كده، على اذنك. استنى يا عبد العاطي. خدني معاك. ليه؟ لسه بدري يا سعديه. كان نفسي اقعد يا سناء، بس اصل سايبه العيال لوحدهم مش عايزه اتاخر عليهم. طيب السلامه حبيبي. الله يسلمك ليك. مع السلامه. الله يسلمك. مع السلامه عبد العاطي. السلام عليكم استاذ. جرى ايه يا ميرف؟ مالك؟ مش على بعضك ليه؟ هتجنن، دمي كله بيغلي من اللي بيحصل ده. روقي دمك يا اختي، وانت مالك ومال اللي بيحصل ده؟ انا مالي بقى؟ ايوه، يعني خليكي في حالك. ازاي تقولي كده يا جمالات؟ يعني ايه؟
يعني ازاي تقولي كده يا جمالات؟ انت بتقولي ايه يا حبيبتي؟ بقولك كفايه بقى اللي انت عملتيها يا ست مرفت. انا عملت ايه بقى يا ست جمالات؟ بلاش نضحك على بعض، الواحد ساكت من الصبح ومش عايز يتكلم. وساكته ليه؟ ما تتكلمي. ايوه اتكلم، يعني هخاف منك ولا هخاف منك؟ بقولك بلاش بقى تبقي زي محرك الشر كده. هي فهمتي ولا اقول تاني؟ انت ازاي تقولي كده؟ ما اقولكيش ليه؟ انت طول النهار عماله تشعليلي في الحريقه وكل دقيقه والتانيه تنطي عند الست النظره. ايه ايه؟ شاهد يا استاذ عبد العال. انا بقول الواحد يمشي في الخير احسن، اللي بيزرع خير يحصد خير واللي بيزرع شر يحصد شر. قصدك ايه يا استاذ عبد العال؟ قصدي انك تهتم ببيتك واولادك وتساعد اللي حواليكي وتقدم الخير وتسعي اليه. انا مش فاهمه انت ليه بتقول لي انا الكلام ده. اوه افهميها بقى يا ام العريف، مش في النحو يا استاذ عبد العال. اخوات كان وان اهو في الحياه بقى اخوات الرايه وسكينه. يا فوزية احنا أول مرة نزعل مع بعض. طب كلميني. أنت عارف كويس قوي من غير ما أتكلم. يعني معقول نزعل مع بعض عشان موضوع زي ده؟ ده أهم موضوع عندي، لأنه بيمسني أنا شخصياً وبيمسك أنت كمان. يعني كنا هنعمل إيه؟ إذا ما كناش قادرين نعمل حاجة فعلى الأقل ما نبعدش عن سناء في وقت أزمتها. الواحد لما بيكون متضايق بيبقى محتاج لإنسان يكلمه، يواسيه، يخفف عنده. تيجي انت لاعز اصحابي وفي وقت الشده وتقول لي ابعدي عنهم وتكلمني قدام الناس كاني عيله صغيره. يا فوزيه انا خايف عليكي، قلت لك 1000 مره انا خايف عليكي. ما فكرتش في سناء؟ ما فكرتش في عادل؟ ده احنا ياما قعدنا معاهم، فتحوا لنا قلوبهم، فتحوا لنا بيتهم. دي سناء طول عمرها وشها في وشي، يجي يوم اهرب منها عشان ذنب هي ما عملتوش، عشان ناس لا اخلاق ولا ضمير عندهم واقفين في سكتها. ايوه لكن انت عارفه. عارفه ايه؟ انا عمري ما شفت لا في اخلاق ولا في ذوق سناء ضحت بحياتها وشبابها عشان تسعد اللي حواليها. يا فوزيه سناء مقدره ظروفك، ظروفنا احنا الاثنين، واكيد هتقدرها وتعذرنا. حتى لو هي عذرتنا مش ممكن انا هعذر نفسي. مش عشان هي صاحبتنا نقوم نرمي نفسنا معاها في النار. امال ايه فايده الصداقه؟ الصداقه الحقيقيه ما بتبانش الا في وقت الشده. حتى في الصداقه لازم الواحد يحكم عقله. قصدك يحكم مصلحته؟ ولو دي مصلحتنا احنا الاثنين. بالنسبه لي انا مستغنيه عن المصلحه دي، لانها مصلحه هتكون على حساب واحدة صاحبتي. حبيبي اهلا يا عادل. مساء الخير يا مزمزيه. انا مش عادل ده، انا المعلم عمران عدم المؤاخذه. خش يا تدخل الحاجات دي جوه. ايه ده؟ خش يا خير ربنا كتير يا مزمزيه. عن اذنك يا مزمزيل احط الحاجات دي جوه. ما تدخلش حاجه. جرايه يا مزمزي، هي برد دي اصول توقفينا كده على الباب. ما تمسكش ايدي. عيب استهاني ما تزعقيش كده. الجيران يقولوا علينا ايه؟ بنسرق لا سمح الله. ده فضلة خيرك هديه بسيطه على مقوم دي من هنا. اسمع الكلام يالا،
حط الحاجة واخرج واقفل باب الشقة وراك. استنى عندك، انتوا ازاي يا جماعة تتهجموا عليا في شقتي بالشكل ده؟ برا برا انتوا الاتنين. ما بدهاش بقى معلم. عيب يا استهانم، ده انا المعلم عمران. المعلم عمران المعلم قطران يعني ايه يعني؟ مقبولة مني. انا في حياتي ما شوفتش تلامة بالشكل ده. قول بسرعة انت عايز ايه يا اخي؟ وهو انا يعني هعوز ايه غير راحتك؟ شوف بقى، انا اصلا ما احبش اللف والدوران، اتكلم كده على طول. طب بالهواده، انا قصدي خير. هو في خير يجي من عندكم؟ طب وطي صوتك شويه، ما تزعيش كده، الناس تقول علينا ايه. شوف بقى، ان ما خرجتش انا هصرخ والم عليك الجيران. جيران؟ طب وهم الجيران هيعملوا ايه؟ اسمع يا راجل انت، برا برا. انا خارج بس عايز اقول لك كلمتين. مفيش بينا كلام، اطلع بره. هما كلمتين، انا ممكن اصلح كل حاجه. تصلح ايه؟ هو ده الموضوع، نقعد بقى مع بعضينا ونتكلم بالهواء. بقول لك مفيش بينا كلام، اتفضل اخرج بره. حاضر انا خارج، بس انا بقى هقطع لسان اي حد يتكلم عليك. بره بقول لك بره. ده انا جاي ادي خدمه، كل الناس عارفه ان كلمتي واحده وما تنزلش الارض، ويتمنوا لي ايها خدمه، وانا جاي بقى من نفسي. انا مش عايزه منك اي خدمه، اتفضل اطلع بره. طب استني بس لما اكمل كلامي، استني. انا جاي عشان احميكي من الناس الرزله وكلامه، وانت بقى كلك مفهوميه ولا ايه؟ يا ريتني اتعلمت فرنساوي عشان اعرف اتفاهم معاكي. اخرج بره يا سافل. حاضر انا خارج، بس فكر كويس وانا موجود. انت قليل الادب، امشي اطلع برا. مقبولة منك برضو، امشي اطلع برا برا. ازيك يا سناء، وحشتيني. انت اتاخرت كده ليه؟ مالك يا سناء، ايه اللي حصل؟ مش عارفه كده، جسمي بيترعش وحاسه بدوخه. طب تعالي تعالي على السرير. استريحي على السرير. ايه الدلع ده؟ انا اول مره اشوفك بتدلعي كده. حذري بقى، انا جايبلك معايا ايه من مصر. قولي انت، مش عارفه يا عادل،
لا مش هقول لك الا لما تفكري. هسيبك تفكري على ما ارجع لك. يا صابرين صابرين يا صابرين. الله هي راحت فين يا اخويا؟ صابرين هو انت بعتي صابرين مشوار؟ لا صابرين روحت. يعني ما كانتش قادره تستنى معاكي لغايه ما ارجع لك؟ لا دي روحت خالص. ازاي؟ جوزها مش عايزها تشتغل. ليه حصل ايه؟ لا ولا حاجه. المهم الحمد لله على سلامتك. يا عادل ما قلتليش ايه المفاجاه اللي انت جايبها لي من مصر؟ كنت هتاخديني في الكلام. احنا اتفقنا انك تحذري. غلب حمارك؟ لا اسمعها بوداني. لا مش عايزه اقول. طب انا بقى راسي الف سيف مش قايل لك المفاجاه لما تقولي لي غلب حماري. طيب غلب حماري. ايوه كده. غمضي عينيكي بقى. القاهرة، فيينا، لندن، باريس، فرانكفورت. ايه ده؟ دي بتاعتك ودي بتاعتي. يعني ايه؟ هو ايه ده اللي يعني ايه؟ يعني تذكرتين سفر. ده انا محضر لك رحلة تجنن. شوفي بقى. فيينا. ليالي الأنس في فيينا. ولندن. لندن بقى الهايت بارك وبيكاديلي سيركس وسينمات ومسارح وجناين وسهر للصبح. وباريس، باريس بقى برج ايفل، الشانزليزيه، مون مارتر، مولان روج، وكله على كيفك. وبعد كده بقى فرانكفورت عندي في البيت، نعمل اللي انت عايزاه، واذا زهقتي نروح مكان تاني، بس انت تأمري. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ ايوه بس انت ليه عملت كده يا عادل؟ حاجة غريبة قوي. واحد وبيحب أخته وعايز يفسحها، فيها حاجة دي يا عالم؟ أيوة بس أنا. أنت إيه؟ التذاكر اتقطعت وخلاص. تصوري يا سناء، شوية الورق دول معناهم إيه؟ معناهم إنك تطيري في الجو وتلفي العالم وتشيلي من دماغك كل الحاجات اللي معكنينة عليك حياتك دي. أيوة يا عادل بس أنا. انتهى الموضوع. لا بس ولا يحزنون. السفر بعد يومين.